صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو تفسير قوله تعالى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى؟ واضح حجتهم أنهم يعبدون الأصنام ويقولون نحن نريد منها أنها تشفع لنا إلى الله، تقربنا إلى الله زلفى، يعني تشفع لنا عند الله، تتوسط لنا عند الله، يسمونه توسط وتشفع، وهو شرك. لهذا قال سبحانه وتعالى عما يشركون في ختام الآية. نعم.